بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أحدث طريقة للنصب على أهالي الوادي الجديد، وممكن تكون بتتم في محافظات أخرى. تلاقي حد اتصل بيك: السلام عليكم، أيوة يا فندم، مع حضرتك فلان الفلاني من القوى العاملة، لو سمحت حضرتك معاك فيزا وعليها رقم من الظهر، ويديلك اسمك كامل، يقول لك أنت فلان ابن فلان، لو سمحت اديني ال14 رقم اللي موجودين على الفيزا من الظهر، عشان حضرتك القوى العاملة عايزة تنزل لك المنحة اللي منزلاها الدولة 3 شهور على بعض، حضرتك هتاخد 1000 جنيه. طبعا الناس اللي مستنية أو أسمائها مدرجة في الكشف مستنية، مع إن هي أصلا معاهم فيزا تاني بينزل عليها الفلوس دي أوتوماتيك. طيب، يروح الإنسان بحسن نية طبعا، ولأنه مستوى قليل من التعليم وليهم كل التقدير والاحترام، يديله ال14 رقم، يقول له: طب لو سمحت عايز الارقام، ال3 ارقام اللي في ظهر الفيزا، في 3 ارقام موجودين اللي هو السيريال نمبر او الرقم السري بتاع الفيزا، دول اهم ما في الموضوع، ما تديش حد الارقام دي خالص. يعني خلينا اليومين دول يعني ناخد الحذر شويه. الموضوع ده اتكرر امبارح قدامي، كانت في واحده من الناس اتصلوا بيها: مع حضرتك فلان الفلاني من القوى العامله، واحنا عايزين ال14 رقم. الحمد لله لحقناها، وطبعا الراجل اول ما قلنا له ادينا رقم ارضي نكلمك عليه، طبعا شتمنا وقفل السكه في وشنا، والرقم موجود معانا وباذن الله هنعمل فيه بلاغ. نفس الموضوع اتكرر النهارده في بريد موت او بريد الدخله، فيعني لازم نخلي بالنا، الموضوع بقى خطر. في ناس اتسرق منها 1000 جنيه وفي ناس اتسرق منها 7000 جنيه حسب ما جه في احد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نخلي بالنا، مش اي حد نديله ارقامنا السريه، مش اي حد نديله رقم الفيزا بتاعتنا او الرقم السري بتاع الفيزا او حسابنا في البنك. لازم تخلي بالك وانت بتتعامل في الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا، الحاجات دي حساسه، مش اي حد تديله الرقم بتاعك. اتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى ان احنا يعني اي حاجه توصل لنا بلغونا بيها علشان نقدر ننبه الناس التانيه. شكرا، وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد، أحدث طريقة للنصب على أهالي الوادي الجديد، وممكن تكون بتتم في محافظات أخرى. تلاقي حد اتصل بيك: السلام عليكم، أيوة يا فندم، مع حضرتك فلان الفلاني من القوى العاملة، لو سمحت حضرتك معاك فيزا وعليها رقم من الظهر، ويديلك اسمك كامل، يقول لك أنت فلان ابن فلان، لو سمحت اديني ال14 رقم اللي موجودين على الفيزا من الظهر، عشان حضرتك القوى العامله عايزه تنزل لك المنحه اللي منزلاها الدوله 3 شهور على بعض، حضرتك هتاخد 1000 جنيه. طبعا الناس اللي مستنيه او اسمائها مدرجه في الكشف مستنيه، مع ان هي اصلا معاهم فيزا تاني بينزل عليها الفلوس دي اوتوماتيك. طيب، يروح الانسان بحسن نيه طبعا، ولانه مستوى قليل من التعليم وليهم كل التقدير والاحترام، يديله ال14 رقم، يقول له: طب لو سمحت عايز الارقام، ال3 ارقام اللي في ظهر الفيزا، في 3 ارقام موجودين اللي هو السيريال نمبر او الرقم السري بتاع الفيزا، دول اهم ما في الموضوع، ما تديش حد الارقام دي خالص. يعني خلينا اليومين دول يعني ناخد الحذر شويه. الموضوع ده اتكرر امبارح قدامي، كانت في واحده من الناس اتصلوا بيها: مع حضرتك فلان الفلاني من القوى العامله، واحنا عايزين ال14 رقم. الحمد لله لحقناها، وطبعا الراجل اول ما قلنا له ادينا رقم ارضي نكلمك عليه، طبعا شتمنا وقفل السكه في وشنا، والرقم موجود معانا وباذن الله هنعمل فيه بلاغ. نفس الموضوع اتكرر النهارده في بريد موت او بريد الدخله، فيعني لازم نخلي بالنا، الموضوع بقى خطر. في ناس اتسرق منها 1000 جنيه وفي ناس اتسرق منها 7000 جنيه حسب ما جه في احد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نخلي بالنا، مش اي حد نديله ارقامنا السريه، مش اي حد نديله رقم الفيزا بتاعتنا او الرقم السري بتاع الفيزا او حسابنا في البنك. لازم تخلي بالك وانت بتتعامل في الحاجات دي، الحاجات دي مهمه جدا، الحاجات دي حساسه، مش اي حد تديله الرقم بتاعك. اتمنى تكون الرساله وصلت، واتمنى ان احنا يعني اي حاجه توصل لنا بلغونا بيها علشان نقدر ننبه الناس التانيه. شكرا، وكل سنه وانتم طيبين.